السلام عليكم. طبعا موضوع مؤسف وحركة مؤسفة اللي حصلت ما بين طارق حامد ومحمد شريف. طارق حامد بعد تسديد ركلة الجزاء في مباراة اللي أقيمت بين ضمك فريق طارق حامد وما بين الخليج فريق محمد شريف ضمن مباريات كأس السعودية أو كأس الملك، بعد ما سدد ركلة الجزاء طارق حامد توجه لنص الملعب ونده على محمد شريف وقام بحركة لا أخلاقية زي ما حضراتكم شايفين، حركة مش مفهومة ومش مفهوم ايه مصدرها، حتى لو في مناوشات خلال المباراة العدسات التقطت الحركة طبعا، والحركة ما بين 2 مصريين او موجهة من لاعب مصري للاعب مصري اخر، واللاعبين دوليين بيلعبوا في منتخب مصر والاتنين زمايل وبيتقابلوا في منتخب مصر، انا مش عارف سببها ايه ومبررها ايه، وايا كان الاستفزاز اللي تعرض له طارق حامد حتى لو في استفزاز من جانب محمد شريف، لكن حركة ما تليقش خالص بلاعب دولي، لعيب السنة اللي فاتت محقق مع اتحاد جدة بطولات وكان من ضمن اسباب البطولات ديت ورجع منتخب مصر تاني، ايا كان بقى المناوشات الاهلي والزمالك دي مش في السعوديه ومش قدام الجماهير السعوديه، طبعا بالتاكيد الصحافه هناك قامت وكمان الاعلام، وشفنا برامج عديده طبعا في المملكه بتطالب بطرد طارق حامد من الدوري السعودي ومن الفرق السعوديه عموما، هي اللي وصلت للطرد بعد ما كان السنه اللي فاتت نجم نادي الاتحاد السعودي اللي محقق الدوري السعودي دلوقتي بيطالبوا بطرده. طبعا مفيش اي تصريح طلع من طارق حامد لحد دلوقتي ولا اي تصريح طلع كمان من محمد شريف، هي بالتاكيد حركه مؤسفه جدا جدا جدا، وبالتاكيد ايا كان المبرر ايه هو مش هيبقى مقبول خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.